كابتن عادل مبروك التأهل، ولكن الفترة اللي جاية محتاجة شغل كتير سواء خارج الملعب أو داخل الملعب. وده اللي يعني ده اللي هو الهدف الأول من النهاردة، لازم الدرس الأول تاخده من النهاردة من المباراة دي، التحضير اللي جاي. هو احنا خلاص المباراة أعتقد كل الناس النهاردة هتعلق تعليقات سلبية على اللقاء، وده شيء طبيعي جدا، لأن أنت ده قدرك أنت كلاعب نادي أهلي أو كمدرب نادي أهلي أو أي حد بينتمي لنادي الأهلي، بتقابل انتقادات كتير جدا لما تبقى وحش في مباراة حتى. يعني هو صحيح. لازم اللعيبة تبقى فاهمة ده، وأتمنى إنه يكون واصل لهم، لأن تجديد الدوافع مهم جدا مطلوب. بعد البطولات اللي بتلعبها لغاية دلوقتي الدوافع لسه مش موجودة. الدوافع عند بعض اللعيبة جوه الملعب، لا، ردود الأفعال على الوجوه مش كويسة. كويس. مش كويسة، ودي نقطة مهمة جدا بعيد عن الفنيات. الفنيات ليها جزء كويس كبير جدا. عايز اقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك الشغل ده شغل جهاز فني. طبعا شغل جهاز فني وشغل اداري. بمعنى ان انا النهارده كلاعب نادي اهلي لازم يكون وانا بلعب عارف ان انا ممكن اقعد في اي وقت، ودي نقطه مهمه جدا عند لعيبه كتير، مش هذكر اسمائها، ولكن مهم جدا ان يكون لي منافس قوي، منافس اقوى منه جوه الفريق. هستشهد بكل الناس، كل النجوم. دي الدوافع بقى. ما انا الدوافع دي جزء منها عند الجهاز، صح، وجزء عند الاداره بتجيب، لا بتشتري لعيبه، بتزود لي الدوافع اللعيبه اللي موجوده عندي. انا عندي لعيب كويس، ممكن اجيب له لعيب كويس بنفس المستوى او اقل منه 10% عشان صحيح. يديني احسن حاجه. صحيح. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ودي من اهم الحاجات اللي احنا، انت خد بالك الفتره الجايه ممكن تلاقي ماتشات كويسه وماتشات قليله، ماتشات أيوة. كويسه على حسب حاله اللعيب الفنيه والبدنيه جوه اللقاء. والذهنيه بقى، ما انت ذهنيا طول ما انت حاسس ان انت انا بس اللي موجود خلاص، انا هادي النهارده 60% وبعد كده اشتغل 70% المباراه الجايه، المره بعدها اشتغل 100%. لا، انت محتاج تشتغل 100% طول الوقت. بس الفكر ده ما بيبقاش فكر لعيب النادي الاهلي، ما انت هو معظم الاحيان. بص، خلينا نتفق ان كل لعيبه العالم كل لعيبه العالم الكبار لازم يكون لي منافس قوي في اي حته في الدنيا. ارقامك بتقل، سعرك بيقل لو مستواك قل. خلينا نتفق ان هنا في مصر طول ما انت حاسس انت لوحدك الامور صعبه. لا، لازم احس ان انا في حد موجود وحد هيلعب. بس بره عادل حياته وشغله، تفهم؟ مختلف، وارقام واحصائيات بتعمل عليه النهارده، المفروض اعمل كام جاي اجري قد ايه. هنا الامور مختلفه شويه. هنا يعني لازم حد فوق دماغك بالظبط طول الوقت في اماكن مهمه جوه الملعب. دي نقطه مهمه جدا جدا، دي اللي جاي يعني. ممكن السيزون الجاي بقى، ان انت السيزون ده خلاص انت مكمل بالناس اللي موجوده، بس لازم تزود الدوافع عنده. ده جزء. الجزء الثاني، خلينا نتكلم في المباراه، ان احنا لازم نقسمها كذا جزء. الجزء الاولاني الاستسهال للمباراه. انت بدات المباراه مش وحش، خلي بالك. يعني شوف بكم انتقاد ده مزبوط. انت دخلت المباراه لغايه الدقيقه 18 او لغايه الجول، ضغط على لغايه الجول، صح. انت مفيش فرقه المريخ ما راحتش باي حاجه على الجول. مزبوط. في كوره واحده اللي اتحسبت اوف سايد اللي مسكها الشناوي، مظبوط، وتعاملنا بيها بشكل كويس. ما بعد الجول ده، لا، المباراه السيناريو اتغير تماما. بس انا برضو بعد والمباراه اتغيرت، لازم انا كمان جوه الملعب اتغير. انت مغلوب 1-0، مش عارف تستلم بين الخطوط، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انت المباراه ما فيهاش كوره كتير، بس المباراه ما اتعادلتش غير لما بقى فيه لعيب الكوره كتير جوه الملعب. بقى عندك وليد سليمان، بقى عندك قفشه اللي انت خلاص اللي ما كانش موجود في المباراه تماما الا في كورتين في الشوط الاول قبل الجول. صحيح. قبل الجول اللي هو كان بيستلم فيه براحته. لكن لما فرقه المريخ بدات تقف كويس في تلت ملعب او في تلتين ملعب، بقى خلاص قفشه مش موجود، وحلقه الوصل ما بين نص ملعب وراس حربه مش موجوده. أيوة. اتعادلت شويه الشوط الثاني لما ديانج خرج وقفشه نزل نص ملعب، بقى عندك باص سليم خارج، وبقى عندك وليد سليمان، بقى عندك محطه تشتغل عليها مع لعيبه نص ملعب وبين راس الحربه. دي ما كانتش موجوده. كان في جاب كبير جدا جدا ما بين، يعني كان في دايره كبيره في السته بتاع نص الملعب. صحيح. الرباعي بتاع نص الملعب، السته نص الديفندرين والوينجين وراس الحربه، كان في بينهم جاب كبير جدا. مفيش حد بيستلم في الحته دي. ايوه. المريخ واقف كويس، بس انا ما عنديش حد. مش شايف حد فيها. دي نقطه مهمه جدا، ولازم. انا كنت شايف برضو ان كان في الاوقات دي كان ممكن اقلب جوه الملعب، كنت ممكن اقلب الطريقه جوه الملعب، ممكن اروح مدخل قفشه جوه الملعب وطلع محمد شريف بره والعب بمروان زي ما انت قلبتها الشوط الثاني. ايوه. خد بالك، انت الشوط الثاني لحد ما لما لعبت في راس حربه واحد، هو بقت الخطوره عندك احسن.
صحيح. الشوط الاولاني برضو في الاربعة اربعة اتنين انا مش ضد الكوره، ما فيهاش حاجه غلط، خلينا نتفق ان الكوره كلها صح، كل واحد بفكره هو شايف ان ده الصح اللي يتعمل، بس لما انا اعمل حاجه صح اكملها. أيوة. هو شايف ان 4 4 2 كويسه، بس ما ينفعش العب ضغط عالي. أيوة. في وقت من الاوقات الراس حارس المرمى بيشوط ضربه مرمى ومحمد شريف موجود على خط ال 18. أيوة. وبدر بنون موجود فين؟ صحيح. الجون الثاني جاي فين؟ الجون الثاني جاي بمساحه كبيره جدا خمس. بص الفرق كبير جدا طبعا. انت فرق في 4 من المريخ جوه المربع بتاعك، المربع أيوة. بتاعك ده المفروض يقلب، المفروض أيوة. يبقى انت 4 وهو 3. بالعكس. ده طبيعي المساحه دي بالذات لازم يبقى فيها لعيبه المهاجمين اكتر من المدافعين. وخلي بالك انت هنا بتبني هجمه، انت كمان بتبني هجمه. أيوة. مش موجود في ناس، مش موجوده في الكادر. أيوة. خالص في الكادر. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي كنا بنتكلم فيها المهاجمين، ان ازاي استلم بين الخطوط، او ان احنا بنتكلم في 4 4 2. ال 4 4 2 دي فشله بجيم مفتوح. صحيح. المباراه مفتوحه جدا.